بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. يحل علينا في هذه المناسبة سيادة النائب علي العلاق حاملا معه دفء العراق وعبق دجلة والفرات، سعادة السفير تبونة العراق الأستاذ العزيز القنصل العام، أصحاب السماحة أخواتي وأخوتي رفاق درب الاغترام ورحلة الحنين إلى الوطن، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. يوم الشهيد تحية تحية وسلامه بك والنضال تؤرخ الأعوام، مع كل قطرة دم لشهيد تشتعل ثورة ويرتفع بناء وتنهض أمة ويكتب تاريخ جديد ويفتضح تاريخ كاذب. بالشهداء تتفاخر الأمم، وبكم يا محمد باقر الصدر وأيتها العلوية بنت الهدى يتفاخر الشهداء. لقد شاء الله عز وجل أن يكون يوم الشهيد يوم استشهاد الصدر قدس سره، هو يوم تحرير العراق، ليقول لنا الباري عز وجل إن دماء الشهيد ومن وراءه كل الشهداء هي التي حررت العراق وليتجدد انتصار الدمع على السيف، وكان قدر العراق أن يكون المصحح لانحرافات الأمة. والآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها الأخ العزيز علي الخباز، فتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي مع الصلوات أحسنتم والآن مع النشيد الوطني العراقي فيتفضل حضور سلام على جاعلين الحتوف جسرا إلى الموت بالعابر سلام على مثقل بالحديد ويمشي كالقائد الظافر
كأن القيود في معصميه مفاتيح مستقبل الزاهري. والآن مع نشيد عطر الشهادة من أداء الشاب ماجد ومجموعة معهم. السلام عليكم أيها الأخ الكريم. باقر الصدر منا سلاما، أي باق سقاك الحمامة؟ أنت أيقظتنا كيف تكفو؟ أنت أقسمت أن لن تناما. باقر الصدر منا سلاما، أي باق سقاك الحمامة؟ أنت أيقظتنا كيف تغفو؟ أنت أقسمت أن لن تناما. كيف يبلغ المؤمنون المرامى؟ ضبت عنا سريعا ولما يطرد الثائرون الظلامى. قد فقدناك زعيما لا يجارى، فبكينا كدم دم عن سجاما. يا شهيدا قام فردا يمتضي للطغاة حساما، أنت كالصيب طي حسين قد أبيت الحياة مضاما. يا با جعفر سوف تبقى مشعلا هاديا يتسامى. كاذب البعث ما زلت فينا، كالحسين يتهدي الأنامى. نحن أقسمنا يمينا أن نضحي أو نرى الإسلام شرعا ونظاما. دعوة قدتها قد تسامت، ثورة هدفا والتزاما. وشبابا دعوت فهبوا يرخصون الدماء كراما. وسبيلا سلكت منيرا للضحايا وطابت مقاما. ومفاهيم صرت وفكرا هام في الدعاة رياما. قد بديت الدين بالمو جاءت لما
منا سلاما أي باق سقاك الحمامة أنت أيقظتنا كيف تكفو أنت أقسمت أن لن تنام رسالة بالشعب مزروعة ثورة 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 أبو جعفر صدرنا ونذر عمره 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 رسالة بالشعب مزروعة ثورة 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 أبو جعفر صدرنا ونذر يعين الله العراق بهذا الانصاب 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 جرحك يا صدر من يوم ما طاب ما طاب ما طاب يعين الله العراق بهذا الانصاب 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 جرحك يا صدر من يوم ما طاب ما طاب ما طاب علم ولدين انت شرف للشرف ضبته علم ولدين انت شرف للشرف ضبته رسالة بالشعب مزروعة ثورة 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 أبو جعفر صدرنا ونذر عمره 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 ثار على الظلم متحدى صبره 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 منار جسور الناس قبره 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 صدر يا شمعة الدين تداد الثورة تحسين صدر يا شمعة الدين تداد الثورة تحسين رسالة بالشعب مزروعة ثورة 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 أبو جعفر صدرنا ونذر عمره عمره محمد وآل محمد والآن مع كلمة الأخت كوثر اليعقوبي فتتفضل مشكورة الصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دفنت سراً ذاك فن عليك ولا إزار ليلا غيبوك عنا والظلام ستار لا أم رأتك فارتوت ولا أخت ندبت ولا مشى خلف نعشك جار حبسوا الدموع في مآقينا فضجت ومنعت حتى أن ترثى أو تزار ماتت في أحشائنا صرخة جزع بصمت ودعتك قلوب وأبصار واستكثروا عليك دموعنا وذا لشنيع فعلتهم فيك إقرار نعم أنت لم تخلدك دموعنا أبدا لكن خلدتك المواقف والأفكار محمد باقر الصدر اسما تعدى الزمان والمكان لأنه لكل الأيام عندما سجل المواقف توجته الأيام تاج العز والبقاء وألبسته رداء المجد والخلود لأنه صاغ الصمود في ظلمة الظلام حين كانت الأشواك تنمو والذئاب تعوي مكشرة عن أنيابها لتسحق وتطعن الزهور فخرج إليهم محمد باقر الصدر وعلى وجهه خارطة العراق مرسومة وفي قلبه الحنون ينبض العراق ليغذي به شرايين أبناء الوطن سنة وشيعة عربا وأكراد لأنهم أبناؤه وهو الأب الحنون الذي لا يفرق بينهم العبقري الذي سبق زمانه وتفوق على أستاذه له من المؤلفات التي أغنت الشارع العربي وأخذ بنظرياته العالم الغربي ألف فدكا ولم يختط عارضيه
كان ينطر ذكاء وعلما وتواضعا، ولا هم له سوى العمل في سبيل الله. أخلص لله فأعطاه الله المحبة في قلوب المؤمنين. فمن منا لا يحب محمد باقر الصد؟ شاركت مسيرته العطر أخته ورفيقة دربه، تلميذته النجيبة آمنة الصدر التي سارت على نهجه وآزرته في مسيرته، تاركة خلفها الإبداع الفني، وقد صاغته شعرا ونثرا وقصصا أبهرت بها الأدباء وانشد إليها الكبار والصغار، وكيف لا وهي تلميذة أخيها محمد باقر الصدر. نعم، محمد باقر الصدر، وما أدراك من هذا العظيم. أبا جعفر، عرفناك وطنا بعد أن فقدناه، فكانت صورتك هي الوطن. عرفناك مجدا قد ضيعناه، فوجدناه منك وإليك. عرفناك أبا لا تفرق بين أبنائك وإن اختلفت مذاهبهم. أحببناك رغم إننا لم نراك، كم تمنينا أن نراك، وكم تمنيت أن أراك وأن أعيش معك يا سيدي ومولاي يا أعظم الرجال. عندما أنظر إلى وجهك الكريم في أي صورة أراك بها، لا يسعني إلا أن أستشعر البطولة والرجولة والأقدام والعطاء والشهامة والفداء. وقفت وقفة الشجعان أمام السلطان الجائر بقلمك ولسانك، وتحديته بكل قوة إلى أن نلت شرف الشهادة في سبيل الله. وهذه الدرجة لا تأتي هكذا، إنما بعد أن يدفع لها الثمين والغالي، معانقا للشهادة شاربا شهدها. والذي وجدته أحلى من العسل، ولقد برر الكثير من الذين لم يريدوا لاسمك العظيم أن يسطع في سماء العظمة والحرية، وحتى لا يعاب عليهم سكوتهم قالوا إن محمد باقر الصدر قد أهلك نفسه، وإن الوقت ليس وقت شهادة وثورة. عندما أستمع لكلمات الأستاذ داود العطار، والتي من خلالها نخاطبك يا سيدي بهذه الأنشودة الخالدة، يا أبا جعفر نم قرير العين، إنا هجرنا المناما. هل حقا هجرنا المناما؟ هل حقا أنت قرير العين منا يا سيدي؟ هل أنت راض عنا؟ أعلم يا سيدي إن جراحك لا تزال تنزف دما من بعضنا وممن أساءوا إلى اسمك الشريف، واضعين مصالحهم نصب أعينهم واستخدموا اسمك العظيم ليصلوا إلى مآربهم. ستبقى صدرا للعراق، وسيبقى مجد العراق مجدك، وكيف لا وقد هددوك ولم تبالي. وحينما نهشت الذئاب المفترسة رفاق دربك وتلاميذك لم تبالي، واحتسبتهم عند الله. وحينما هددوك بالقتل قلت وليكن، أليس الإسلام قد شفى بدم الحسين؟ فقدمت لله وللإسلام وللعراق نحرا وجسدا وأختا عزيزة على قلبك، والتي قالت حياتي من حياة أخي، قدمت أعظم البطولات وأعظم الملاحم رضوان الله تعالى عليها. قالت حياتي مع حياة أخي وسوف تنتهي مع حياته، وأرادت أن تقول للعالم إن الكرامة لا تأتي من دون ثمن، وإنما هي صنيعة الثوار رجالا ونساء. فبقيت شامخة متمسكة بكل ما قالت، وكأني أراها تصدح عاليا عبر السنين بهذه الكلمات الخالدة، قسما وإن ملئ الطريق بما يعيق السير قدما، أو حاول الدهر الخؤون لكي يريش إلي سهما، لن أنثني عما أروم وإن غدت قدماي تدمى. كلا ولن أدع الجهاد فغايتي أسمى وأعلى، إسلامنا أنت الحبيب وكل صعب فيك سهل، ولأجل مبادئك العظيمة علقم الأيام يحلو. فسلام عليك يا سيدي يا ملهم الأحرار، يا أبا جعفر، وعلى أختك العلوية الطاهرة، وعلى رفاق دربك، وإلى جنان الخلد. وختاما أوجه سؤالي إلى كل محب لهذا الإنسان العظيم محمد باقر الصدر، اسما حفظناه
جيدا، لكن هل عرفنا معناه جيد؟ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. يصيح على المقطعين الجياع: اريقوا دماءكم وتطعموا، ويهتف بالنفر المهطعين: اهينوا لئامكم وتكرموا. اتعلم ان جراح الشهيد تظل عن الثار تستفهم؟ اتعلم ان جراح الشهيد من الجوع تهضم ما تلهم؟ تمص دما ثم تبغي دما، وتبقى تلح وتستطعم. فقل للمقيم على ذله هجينا يسخر او يلجم، تقحم لعن تاسيس عزيز الرصاص، وجرب من الحظ ما يقسم. تقحم لعنت أزيد الرصاص، وجرب من الحظ ما يقسم. وخذها كما خاضها الأسبقون، وثني بما افتتح الأقدم. فإما إلى حيث تبدو الحياة لعينيك مكرمة تغنم، وإما إلى جدة لم يكن ليظله بيتك المظلم. والآن مع كلمة القنصل العام الأستاذ جاسم نعمة مصاور، فيتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل احياء عند ربهم يرزقون. سماحة السيد علي العلام قضاء مجلس النواب العراقي، السيدات والسادة والضيوف الكرام، اهلا وسهلا. بداية نعزي صاحب العصر والزمان أجر الله فرجه الشريف بذكرى استشهاد شهيدنا العزيز العلامة الجليل آية الله العظمى محمد باقر الصدر. في مثل هذه الأيام وتحديدا في 9 من شهر نيسان عام 1980 رحل عنا سماحة آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله. وما زلنا وبعد كل هذه العقود من السنين نستشعر حجم الجريمة النكراء التي اقترفها النظام البعثي المقبور، وفداحة الخسارة التي بني بها العالم الإسلامي بل والعالم أجمع بفقدان مثل هذه الشخصية الروحية العظيمة والعقل العلمي الخلاق. الشهيد هو الشخص الذي يكون قد أدرك الحقيقة وعلم بها، ولا ينوي شيئا سوى انتهاج الحق والحقيقة، ولا يحظى كل شيء بالاعتبار والقيمة في رؤيته سوى رضا الله. فهو يبحث عن إحدى الحسنين، ولا تردعه الملذات المادية ولا المشتهيات النفسية عن الشرف والفضيلة الخالدة والسقوط في مهاوي الحيوانية. يحظى جميع الأفراد الذين أسدوا خدماتهم من البشرية، سواء عن طريق العلم أو عبر السبل الاقتصادية أو الزراعية، أو عن طريق الإرشاد أو الاكتشاف والاختراع، وعبر جميع السبل الأخرى، يحظون بحق على الجميع. لذلك فإن أكثرهم شعبية بين الناس وأقربهم إلى قلوب أبناء الشعب هو الشهيد الذي يزيد حقه على الآخرين، ويعود هذا الشيء إلى أن الجميع يكون رهن تضحية الشهيد في أدائهم، لكن الشهيد ليس مدينا له. فالشهيد من خلال تضحيته وفدائه بنفسه وإيثاره وإيثار وجوده يحيي الفضائل والمكارم والحرية في المجتمع، ويمنح الرونق لها. وبتعبير آخر، إن دماء الشهيد تبعث الحياة في شتلة العدالة والحرية، وتجعلها غضة وخضراء. ولولا وجود أفراد ينتفضون بين الحين والآخر في سبيل الله ومن أجل إرساء الفضيلة وإحياء الحق والحقيقة ودفع الظلم والوقوف بوجه الظالمين والجبارين ومجرمي السلطة ممن يستجيحون المجتمعات، لنتهى الشرف والإنسانية والكمال والعدل والقيم الإنسانية الأخرى في المجتمعات البشرية، ولابتليت البشرية بحياة الانحطاط والتشرذم والفوضى والظلم. إن موضوع الشهادة في سبيل الحق قبل أن يكون خاضعا للقوانين والأنظمة الإلهية والدينية يعتبر أمرا طبيعيا اعتياديا. وقد وضع الله عز وجل في وجود الإنسان قوة اسمها قوة الغضب، حتى وينبغي القول بأن كل كائن حي في هذه الخصوصية. فإذا ما تعرض وجوده إلى الخطر والفناء فإنه يدافع عن نفسه إلى أقصى حد ممكن، ويزيد بذلك العقبات عن طريق تقدمه وتكامله. وقد أشار الله عز وجل في القرآن الكريم إلى هذا المعنى، وأفهم الإنسان بأن الجهاد في سبيل إرضاء الفضيلة
هو أمر اعتيادي وسنة إلهية، حيث قال عز وجل: وكأي نبي قاتل معه ربيون كثيرا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. القصد من ذلك هو أن الجهاد والشهادة في سبيل الحق لا يختص بالمسلمين وحدهم، بل هو أمر شمولي وطبيعي كان موجودا بين الأمم السالفة. لذلك قيل بما معناه: كان كثيرا من الرسل وإلى جانبهم كثيرا من المؤمنين بالله الذين جاهدوا من خلال المشقات والمصاعب الكثيرة التي لاقوها في سبيل الله لم يهنوا ولم يضعفوا ولم يظهروا المذلة، وأن الله يحب الصابرين. وجاءت في كتب المسيحيين واليهود حالات من ذكر الشهداء والذين يقاتلون من أجل هدف مقدس في سبيل رضا الله عز وجل. وجاء في القاموس المقدس اسم الشهيد يطلق على من يفقد روحه من أجل الشهادة على الحق. من هنا نعرج ونقول أن شهيدنا السعيد الجليل السيد محمد باقر الصدر قد تصلّى نفسه الزكية هو من ينطبق عليه ما ذكرناه قبل قليل، بأن الشهيد والشهادة وضحياته في سبيل الله وشعبه فهو ما زال حديث الساعة، وخصوصا حديث المفكرين والعلماء والساسة والقادة، لأنه لم يبرح من عقوله ولم يفارق مناهجهم الفكرية والإسلامية، وبقيت آثاره ومؤلفاته حاضرة الماضي والمستقبل. ترى مناهجه وأفكاره رائجة في ميادين الفكر والسياسة والدراسة والتربية والتعليم، كما نشاهد الحوزة الدينية والجامعات الإسلامية والعالمية كيف أدخلت في مناهجها دراسة تراث الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه في حياته وبعد استشهاده. كانت حياة السيد الشهيد حافلة بالنضال من أجل إعلاء كلمة الحق ورفع النفس الإنسانية إلى أعلى مراتبها. وفي عصره كانت الهجمة قوية ضد المجتمع الإسلامي ومن أطراف عديدة من أجل أن ينسى الناس مفاهيمهم وأفكارهم وعقائدهم الإسلامية الصحيحة، وتنحرف الأمة الإسلامية عن مسارها الإسلامي الصحيح الناصر كي تبقى بعيدة عن التقدم والتطور والحضارة الإنسانية، لتكون أمة متخلفة تعشعش فيها قوى الظلام والكهوف. وكان لابد من الله أن ينصر كلمته ويجعلها العليا في معترك هذا الصراع المريض، فسخر الله لها رجلا عالما شابا فذا مجتهدا ومرجعا للمسلمين، وهبه الله العلم وحباه بالفكر، ورسخ في ذهنه الكلمة الهادفة الواضحة والقوية الكاملة والشاملة للكون والحياة والإنسان والدولة والنظام، ليهزم بها أهل الشرك والضلال والنفاق. كان ذلك هو السيد الشهيد الصدر رضي الله عنه الذي تصدى لهذه المسؤولية الخطيرة ليؤسس مؤسسة إسلامية كبرى قائمة بذاتها، استمدها بعون من الله سبحانه وتعالى ومن فكر الإسلام الأصيل ليفند كل هذه الأقاويل ومفاهيم الباطلة على ضلالتها. إن السيد الشهيد رسالة صادقة وغضة طرية تنبض في ضمير الأمة الإسلامية، وأنه عين الحق وروح العدل، يرى واجبه تحقيق أهداف الرسالة الإسلامية وإعلاء كلمة الله، لأنه وعي الإسلام والرسالة التي انطبعت في شخصيته منذ طفولته من خلال التربية والتعليم التي حفظها من والده العلامة المرحوم السيد حيدر الصدر، وخاله المرجع الشيخ مرتضى آل ياسين، وأخوه المجتهد السيد إسماعيل الصدر، وثلة من العلماء والمراجع العظام رضوان الله عليهم جميعا. لقد أعطى الفترة التي عاشها والتي تلتها وأغناها بالعلم والفكر والآثار العلمية الفريدة، ونادى بالوحدة الإسلامية ووحدة القيادة ووحدة الجهاد ورفض الظلم والطاغوت، وألهب قلوب الناس بالحماس والإيمان والتقوى والمعرفة الحقيقية لله والإسلام والرسالة، وأكد العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي والإصلاح والضمان والتكافل الذي ينطلق من الدولة على أساس الحكم، وهذه من حدود الله وتشريعاته للعالم كله، إضافة إلى مؤلفاته التي صارت مصدراً مهماً واستراتيجياً في العلم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والتفسير والعقيدة، وتشمل كل جوانب الحياة الفكرية والثقافية والإنسانية. إن السيد الشهيد مثل الإنسانية بأعلى مراتبها، لأنه أخذ بالعفو وكان منهجه العفو لكل من أساء إليه، والرحمة والشفقة والعطف على المرضى واليتامى والمظلومين والمستضعفين، وله في هذا الجانب آلاف المواقف العظيمة التي تدل على رحمته وعطفه وشفقته. لقد كان يأمر بالعرف والمعروف ويأخذ به وينهى عن المنكر جهارا وإعلانا، ونادى بالحق أمام الجهل الذين يتخبطون بالجهل والضلالة والغفل عن الحق وعن ذكر الله والخوف منهم جل وعلا، واللامبالاة في معرفة المسؤولية الشرعية الملقاة على عاتقه.
لقد كان دوره رضوان الله عليه كبيرا في التأثير على الأمة الإسلامية والبشرية والارتقاء بمستواها العلمي والأخلاقي، لأنه سقاها بالعلم والحق والعدل والخير والمعروف والارتباط بالله وملكوته وروحه وريحانه، لأنه العارف بالخالق المبدع الحكيم، ولأنه خاف الله من خلال عمق العظمة الإلهية في نفسه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هذا ما وهبه الله في فكره وروحه وقلبه وجميع كيانه رحمه الله تعالى. وسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا فيقتص من الجنات والقتلة لعنهم الله. قبل أن أختتم كلمتي لا بد أن أذكر ما قاله بعض المفكرين عن الشهيد الصدر. قال الشيخ محمد جواد مغنية إن السيد محمد باقر الصدر أعلم العلماء على الإطلاق وبلا منازع. هذا الرجل هو الذي أخرج النجف من الكتب الصفراء إلى الكتب البيضاء. وقال الدكتور زكي نجيب محمود إن إعدام مفكر ساهم في تنمية العقل العربي الإسلامي تثير لدينا مشاعر التقزز والإشمئزاز، فالدول المتقدمة تكرم أفذاذها، أما العراق فيعدم مفكري. لذا علينا اليوم من أجل أن نسير على خطى السيد الشهيد محمد باقر الصدر والوفاء لهذا الثائر العظيم، أن نكون صفاً واحداً نجتمع على خير ومصلحة أمتنا، وأن نبتعد عن ما يفرقنا من أجل إعادة بناء وطننا الذي دمرته الحروب والانكسارات والنكبات، ونرتقي به إلى مصاف الأمم المتحضرة مع الحفاظ على هويتنا الثقافية وتراثنا الذي نستمد منه القوة والعبر العظيمة. اللهم سدد خطانا جميعا لما فيه خير الخير والصلاح، واحفظ بلدنا وشعبنا من الأشرار عليهم دائرة السوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الشجاعة الحقة هي أن تسلك طريقا وأنت تعرف أن نهايته الشهادة. فقد قالت الشهيدة بنت الهدى: أنا كنت أعلم أن درب الحق بالأشواك حافل خال من الريحان ينشر عطره بين الجداول، لكنني أقدمت أقف السير في خطو الأوائل. والآن مع محاورة بعنوان سلاما يا بنت الهدى، أداء مجموعة من زهرات مسجد أهل البيت، فلتفضلنا تجللهم الصلاة على محمد وآل محمد. استعصت على النسيان، ولكن في نساء
سهر الليل والدمار سرعان ما التهمك غول العراق وغيبك عنا أسمع صرختك المدوية في حرم أمير المؤمنين عليه السلام بعد اعتقال أخيك الصدر من قبل جلاوزة البعث الظليمة الظليمة يا جدا يا أمير المؤمنين لقد يا جدا إني أشكو إلى الله وإليه ما يجري علينا من ظلم واضطهاد ثم خاطبت الحاضرين وقالت أيها الشرفاء المؤمنون هل تسكتون وقد اعتقل مرجعكم أمير المؤمنين إن سألكم عن سكوتكم وتخاذلكم اخرجوا وتظاهروا واحتجوا سلاما يا بنت الهدى استقبلت بناتك نبأ الفاجعة كان كتوهج الجمر في القلوب وأشد أحقا قتلوا بنت الهدى أحقا تجرأوا على القربان الأكبر أحقا كبلوا معصميك وعصبوا عينيك أحقا مزقوا شفاهك التي رتلت صورة العصر وحفروا على خديك أخاديد الصيام أحقا قتلوك أحقا قتلوك لكنه البعث سيدتي واجعل روحي يا سيدي
سيدتي، فهنيئا لك مجلس المصطفى بين المرتضى والزهراء وآبائك النجباء. حسبي منك أنسام، من عمق صوتك أصداء بقافيتي دوت، ومن وحيك الخلاق إلهام. أنا الجراح التي ليست تسكنها كأس ولا بضماد له تلتام. أكاد أنفض عني الثلج محترقا غيظا، وآتيك والنيران أعلام. تبا لحال عقاب غير منجده، جنحا عليه من الأشراك أكوام. يا أيها الأعزل الأقوى بمفرده، عاد على غابه الأخطار مقدام. عاد على غابة الأخطار مقدام. أفزعت وحشا بقلع الناب من فمه، إن الوحوش بدون الناب أغنام. والآن مع شاعرنا المبدع عبد الرضا المظفر، فليتفضل مشكورا، يستقبل الصلاة على محمد وآل محمد. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيات متواضعة أضعها على أعتاب هذه الذكرى، أستميحكم عذرا إذ إن قصيدتي لم ترتدي حلتها التي يجب. من أين أبدأ؟ موج الحزن يلتطم، من أين أبدأ؟ موج الحزن يلتطم، وأنت جرح الذي ما عاد يلتئم. من أين أبدأ؟ يا جرحا أكابده، وأنت كل جراحي أيها العلم. أشكو إليك احتراقي ليس من ألم، وكنت أشكو أرى الأيام تنهزم أنشودتي، والصدى ما عشت أطلقها لا للرثاء، فأنت السيف والقلم جرح هو العمر في ذكراك أوخزه، كيما يظل مدى الأيام يضطرم. يا صاحب الجرح، يبقى الجرح يؤلمني حتى تطهر من أدرانها السدم. يا صدر ذكراك في أنشودتي ألق، يمضي الزمان ويبقى في المدى النغم. أغفو وتوقظني ذكراك أسألها، كيف استحالت يد
من بعضها الديم. يا باقر الصدر يا صوتا أردده، من أين أبدأه؟ من أين أختتم؟ من أين أبدأ حارت فيك قافيتي؟ فأنت مذ نطقت للحق، أنت فم وأنت مذ عصفت فينا رياحهم، كنت الملاذ لنا والنار تلتحم، فكيف طالتك كف الغدر يا علم، وأنت نسل الذي حطت له قدم. يا باقر الصدر يا صوتا أردده، من أين أبدأه؟ من أين أختتم؟ من أين أبدأ حارت فيك قافيتي؟ فأنت مذ نطقت للحق، أنت فم وأنت مذ عصفت فينا رياحهم، كنت الملاذ لنا والنار تلتحم، فكيف طالتك كف الغدر يا علم، وأنت نسل الذي دانت له الأمم. من أي بحر ترى تستحلب الكلم؟ ماذا تخط القوافي حين تعتصم؟ أي القوافي ترى في الزهو أطلبها؟ رأيت كل القوافي فيك تختصم. أي القوافي ترى في الزهو أطلبها؟ رأيت كل القوافي فيك تختصم. المجد أنت وأنت الفجر من قدم، لأنك الفجر لا يرقى لا ترقى له الظلم، فأنت رمز المعالي، أنت جذوتها، وأنت نبع دماء سيله العرم، وأنت صوت ضمير الشعب دار على كل الليالي، فأنت النور والحلم، وأنت أهزوجة الثوار في وطني، وأنت لحن الفيافي حين تحتدم، وأنت أنشودتي في كل بارقة، وأنت صوتي إذا نار لها ضرم، وأنت الحسام الذي ما فل مضربه، وأنت في كل عصر ثورة ودم. يبكي عليك دما قلبي فأعذله، لأنك الصدر فيك العمر ينعدم. يا ملهم العزم، يا تعويذة بفمي، ويا دواء لمن قد مسه الألم. ويا واحد العصر، يا جيلا بأكمله، يا صوت دعوتنا، يا فكر، يا حكم، يا طلعة المجد، يا نبراس ثورتنا، أضعت درب المعالي فانجلت ظلم. إني لأعجب كيف البغي طال يدا، إني لأعجب كيف البغي طال يدا للمكرمات نماها الجود والكرم. إني لأعجب كيف البغي من كدنا، وأنت لست الذي في سيفه سقم. يهابك الموت يا من جيشك الفلم، تخاف سطوتك الأيام يا علم. مواقف الصدر للذكرى أطالعها، مواقف حار في تصويرها القلم. يا باقر الصدر يا لحنا أردده على الشفاه، فأنت اللحن والنغم، حملت اسمك مزهوا أردده على مسامع من صم ومن وجم. خط الدماك بسطر المجد قافية لم يمحها العابران الموت والهرم. أحسنتم. أيها الشهداء، يا من غفوتم بسلام وحملتمونا مسؤولية ثقيلة، مسؤولية إتمام ما بدأتم، مسؤولية الحفاظ على العراق أرضه وسمائه، مسؤولية أن يبقى العراق شامخا عملاقا كما عهدتموه،
لا يفهمه الصغار ولا القطاع من الدول، فخاطبناك يا عراق علي صوتك للسماء. انت العراق للي ما قدروا ابن ابد يقرونك، وخلي يعرفونك وسع بالك طويل. ابن سومر خاف ما يعرفونك، انت ابن اقدم حضارة على الوجود، والتمنهج لازم يحفظونك. غير برجالك فلا إلها مثيل، سيوف صاروا على الذي عادونك. يلي صوتك ريح شق عرض الشراع، أشرعتهم ورق ليهمونك. الوراك يظل وراك، إش ما يصير لا وحقك أبد ما يعبرونك. وانت ذا تقعد ترى بطولك يجون، لما توقف كلها جومتونك. وراح ترجع وراح ترجع كلها تحكي لك نعم، وانت ساكت قبل لا يسمعونك. يا عراق افتخر انت ابن العراق، على هذا الوطن يا خيعونك. يلي بترابك علي وابن الحسين، يوم تنخاهم تراهم عونك. وانت العراق البخيت تظل بخيت، شارتك ما تخطل يعادونك. رادوا يذلوك لكنك عراق، والله ذل رادوا يذلونك. والآن مع مسك الختام كلمة الأستاذ السيد علي العلاق، فليتفضل مسبوقا بصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، النبي المصطفى الهادي الأمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أخي العزيز الفاضل سعادة القنصل العام لجمهورية العراق في مونتريال، إخواني الضيوف الكرام جميعا، أخوات الفاضلات، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يشرفني في هذه اللحظات الحساسة والحرجة من واقع شعبنا العراقي الصابر المجاهد أن أتشرف بالوقوف معكم لنحيي معا الذكرى العظيمة لرحيل واستشهاد العلم الكبير والمفكر العملاق نابغة الفكر الإسلامي والإنساني آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وأخته العلوية المجاهدة العالمة الصابرة بنت الهدى آمنة الصدر رضوان الله تعالى عليها. فعظم الله أجورنا وأجوركم، وعظم الله أجور جميع المؤمنين في أرجاء الأرض. الإمام السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لم يكن ثائرا فحسب، الثوار كثر في الواقع الإنساني وفي الواقع الإسلامي وعبر التاريخ، الثوار كثر وقدموا ما قدموا من تضحيات في سبيل أهدافهم، سواء كانوا ضمن دائرتنا الإسلامية أو خارج الدائرة الإسلامية. ولكن شهيدنا الغالي الإمام السيد محمد باقر الصدر هو ثائر من نوع خاص، ثائر هيئة لثورته كل المستلزمات، ثائر خطط بدقة وخطط بعمق وحمل مشروعا تغييريا كبيرا، صاغ بنفسه مفردات هذا المشروع منذ لحظات الانطلاق وإلى الشهادة. فاللحظة الأولى كانت بإرادته، ولحظة الشهادة كانت بإرادته، فهو لم يستشهد لأنه لمجرد أنه قد واجه السلطة، إنما اعتبر الشهادة جزءاً من المشروع وجزءاً من المخطط الإصلاحي التغييري لتغيير الواقع
المرير الذي يعاني منه الإنسان المسلم في العالم والإنسان العراقي المسلم في العراق العزيز. حمل مشروعا إسلاميا وطنيا فيه مفردات وتفاصيل كثيرة. الجميل في هذا المشروع أن الإمام الشهيد الصدر بما يمتلك من علم وغزارة في وعبقرية في العلم والمعرفة نظر لهذا المشروع تنظيرا وأصل له تأصيلا فكريا وتأصيلا عقائديا وتأصيلا فقهيا، ولم ينطلق من إرادة سياسية محضة. البعض ربما ينطلق في جهاده وتضحيته وربما في مشروعه من إرادة سياسية للتغيير، لكن الإمام الشهيد محمد باقر الصدر كان يعتقد أن التغيير مسؤولية شرعية، تكليف رباني وإلهي، واجب شرعي. كان يعتقد أن التغيير هو هدف الإنسانية، الإنسان كل الإنسان يسعى للإصلاح، يسعى للسعادة، يسعى للتغيير نحو الأفضل، ولا يمكن للأمة أن تبقى جامدة وراكدة في مكانها من دون أن تغير ما عليها نحو الأفضل. فالتغيير هو إذن سنة الحياة، التغيير قانون رباني وسنة من سنن التأريخ. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القرآن كان ينظر للتغيير، وآيات القرآن تحدثت عن أمم نهضت وارتقت وشكلت حضارات عبر التأريخ، والقرآن يصور لنا أيضا كيف تساقطت وانهارت هذه الحضارات. التغيير سنة الحياة. أما على الجانب الآخر الفقهي، فالإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كان يعتقد أن التغيير واجب شرعي، هنالك مسؤولية، هي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف هذا الواجب الإلهي هو أيضا يمثل دعوة للتغيير والإصلاح والبناء حسب ما أراده الله سبحانه وتعالى. فبالنتيجة الإمام الشهيد الصدر انطلق من هذا الواجب الإلهي الرباني، انطلق من أجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تأسيا بجده الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. هذا هو الإمام الشهيد الصدر في انطلاقته في مشروعه، كيف نظر لها فكريا وكيف نظر لها عقائديا وكيف نظر لمشروعه من الناحية الفقهية. الأمر الآخر أن الإمام الشهيد الصدر أعلى الله مقامه اختزن تجربة الأنبياء وتجربة الصديقين عبر التاريخ، ولم ينظر إلى مشروعه أنه حلقة جديدة من حلقات التاريخ، وإنما هو حلقة ضمن مسلسل إصلاحي عبر التاريخ، ويرى نفسه ويرى مشروعه ويرى مشروع الإصلاح والتغيير الذي تبناه هو حلقة في سلسلة حركة وثورة الأنبياء عليهم السلام، هو امتداد لثورة آدم عليه السلام للتغيير والإصلاح، وامتداد لثورة نوح عليه السلام، وامتداد لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام ودعوة موسى عليه السلام ورسالة عيسى عليه السلام ورسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فرسالة الأنبياء عليهم السلام عبر التاريخ هي رسالة البناء، الارتقاء، السمو والتكامل بالإنسان فردا ومجتمعا. وبالنتيجة هذه المسؤولية برحيل الأنبياء إلى الله تعالى لم تتوقف ولم تنتهي، هي مسؤولية متواصلة ومستمرة، وحملها الأوصياء من بعد الأنبياء. أولم ينهض بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ أولم ينهض بها الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، والتي في هذه الأيام نحن في رحاب وفاتها واستشهادها صلوات الله وسلامه عليها، صابرة مظلومة مجاهدة مدافعة عن الحق ورسالة الحق التي ظلمت على يدي وللأسف الشديد أبناء هذه الأمة. التغيير
جهد عظيم وتضحية قام بها الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، وهي رسالة الإمام الصبت الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. وهكذا توالت سيرة أئمتنا عليهم السلام العطرة في الثورة والإصلاح والبناء والتغيير، واستشهدوا شهيداً بعد شهيد حتى يأذن الله تعالى بخروج المهدي المنتظر قائم آل محمد عجل الله فرجه الشريف، ليحيي الأرض بعد موتها، وليقيم الحق وليقيم العدل، وليبني هذا المجتمع الفاضل الذي نظر له الأنبياء وخطط له الصديقون وسار عليه الشهداء والأولياء، لتختم الرسالات ولتختم حركة الإنسان التغييرية ببركة ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فحركة الإمام الشهيد الصدر من هذا المنطلق العقائدي هي جزء من رسالة النبوات، وجزء من رسالة الأوصياء، وجزء من رسالة الشهداء والصديقين عبر التاريخ. هكذا كان الإمام الشهيد ينظر إلى ثورته، هي ليست ثورة انفعالية لحكم ظالم طاغ فقط، نعم طغيان وظلم، ولكنها رسالة وأمانة، هي أمانة الله تعالى للمؤمنين جميعا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أدرك أن هنالك غيابا واضحا للصوت الإسلامي في معترك التنافس السياسي. كان هنالك مشاريع قد دخلت كثيرة، لم يكن مشروع الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه هو المشروع الوحيد الذي كان يتحرك في الساحة العراقية أو في الساحة الإسلامية والعربية، مشاريع سبقته وتحركت وبأيديولوجيات مختلفة وبتصورات مختلفة وبعناوين مختلفة، وهذه المشاريع لن ترتقي إلى درجة العطاء أو القدرة على أن تنهض بمسؤولية إصلاح الأمة، لأنها بنيت على أساس لم يكن متجذرا في ضمير الأمة، لا الإيديولوجيات متجذرة في ضمير الأمة ولا الأفكار ولا المواقف ولا ربما الانتماء إلى الأجنبي في نسبة كبيرة من هذه المشاريع جردها عن روحها الوطنية وجعلها عبارة عن مشاريع منقطعة عن ضمير الأمة. الإمام الشهيد الصدر في مشروعه ينتمي إلى الإسلام، إلى القرآن، ينتمي إلى ضمير الأمة الإسلامية، إلى ضمير الشعب العراقي، فمشروعه مشروع إسلامي وطني يحمل العنوانين معا، يحمل عنوان الإسلامية من جهة ويحمل عنوان الوطنية من جهة أخرى، فهو يرى أن الإسلام كفيل بتحقيق الوحدة الوطنية وكفيل بصيانة حقوق العرب والكرد والتركمان والسنة والشيعة المسلمين وغير المسلمين، هو للعراقيين جميعا، والإسلام هو الأكفأ والأقدر والأكثر أهلية لإنجاز هذا المشروع، مشروع العدالة الإنسانية ومشروع الحقوق الإنسانية التي ضيعت على يد الطغاة والظالمين. إذن مشروع أدخل الإسلام في دائرة التنافس، وبالنتيجة أصبح للإسلام صوت قوي يجلجل أجواء الطغاة، صوت قوي في العراق بعد غياب طويل، بعد مؤامرة فصل الدين عن السياسة، مؤامرة قوية أراد الكافر وأراد الغرب وأرادت قوى أخرى لا تنتمي للإسلام أن تنظر أن الدين لا علاقة له بالسياسة، وأن هنالك فصل بين الدين والسياسة، وأن المرجع الحقيقي والعالم الحقيقي هو الذي ينصرف إلى الفتوى فقط وينصرف إلى العبادات والمساجد فقط، ولا علاقة له بقضايا السياسة العامة وإدارة المجتمع وإعطاء الرأي في المواقف والتحولات السياسية في العراق أو في الخارج. لم يريدوا واقع الإسلامي أن يتحرك بهذا الاتجاه، ولكن الإمام الشهيد الصدر على الله ما قاله ثبت وبكل قوة أن الإسلام هو دين العبادة ودين هو سياسته عبادة وعبادته سياسة، ولا فرق عندنا بين الدين والسياسة ما دامت أن السياسة تعني عين هذه المسؤولية، هي نفسه مسؤولية الإمام الحسين عليه السلام في مقارعة الظالم والجائر. بالنتيجة وقف إمامنا الشهيد الصدر أعلى الله مقامه لينبه الشعب العراقي أن هذا الحكم الجائر لا يمكن أن يزال إلا بالثورة،
إلا بالتغيير، إلا بالتضحية. كان إمامنا الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه يفكر أن حكم بني أمية لم يكن ليزول إلا بدم عظيم كدم الإمام الحسين عليه السلام، دم المعصوم، دم المطهر الذي صدم الواقع في ذلك الوقت صدمة عنيفة، فتوالت الثورات وتحركت أو تحرك العالم الإسلامي ليسقط الحكم الأموي إلى الأبد. الآن في نفس هذا الواقع هنالك أيضا ظلم يشبه ظلم بني أمية، لكننا لا نمتلك حسينا ومعصوما كالإمام الحسين عليه السلام، فماذا نفعل؟ كان يقول إن علينا أن نقدم سيلا من الدماء، على الأقل نحقق جزءا من دم الإمام الحسين عليه السلام لنصدم الأمة. فكان يرى أن دمه الشريف هو جزء من المخطط لإسقاط هذا النظام الطاغي. إني قد صممت على الشهادة، ولعل هذا آخر ما تسمعونه مني. فكان يعتقد أن دمه الشريف هو جزء من دم الحسين، وأن دم العلماء ودم الحركيين والإسلاميين وأبناء الشعب العراقي من مختلف أبناء مكونات الشعب العراقي تجتمع هذه الدماء لتشكل جزءا من دم الإمام الحسين عليه السلام، وتصدم الواقع، تزيل الخوف والرعب، وتنطلق الأمة. هذا ما حصل، وهذا ما حصل بالفعل، حيث أن هنالك حركات جهادية كبيرة توالت في العراق بعد استشهاد الإمام السيد محمد باقر الصدر، وقدم الآلاف من أبنائنا وشبابنا وعلمائنا دماءهم الزكية من أجل أن يحصل التغيير وأن ينجو ويتخلص الشعب العراقي من ظلم الطاغية صدام. وبالفعل وببركة هذه الدماء الطاهرة ما حصل في العراق، رغم أن المظهر العام للتغيير الذي حصل في العراق بعد عام 2003 هو سقوط صدام على يد قوة أجنبية، ولكن أنا قلتها بالأمس واليوم أكررها، لم يكن ذلك ليحصل لولا جهاد الشعب العراقي، لولا جهاد الإمام محمد باقر الصدر، لولا جهاد الإمام محمد صادق الصدر، لولا الانتفاضة الرجبية، لولا الانتفاضة الشعبانية، لولا انتفاضة صلاة الجمعة، هذا التراكم من الثورات والحركات، لولا جهاد مكونات أبناء العراق وحركاتنا الوطنية والإسلامية، هذه بمجموعها أدت إلى أن تطعن أو تضرب النظام البعثي في الصميم وتمهد لسقوطه، فسقط بسرعة كبيرة. لو كان الشعب العراقي يعتقد أن نظام صدام نظام وطني لدافع عنه حتى الموت، ولكن الشعب العراقي كان ينتظر اللحظة التي ينقض فيها على هذا النظام، وبالفعل جاءت تلك اللحظة فكانت فرج الله للشعب العراقي. عام 2003 كان عام الفرج الإلهي، عام جنود الله، ولله جنود السماوات والأرض. الله تعالى أراد للشعب العراقي أن يتحرر من ظلم هذا الطاغية المجرم، وأن يعيد لليتامى البسمة وللأرامل ولكل أبناء العراق، وأن يجسد هذه التضحيات عبر تغيير يعني يبعث السعادة في نفوس العراقيين. الآن إلى المشهد، إلى استكمال مشهد المشروع الصدري العظيم. الإمام الشهيد الصدر كان يرى أن هنالك هجوما حضاريا على الواقع العربي والواقع الإسلامي، تحدي حضاري كبير. كان هنالك غزو ثقافي، غزو فكري، وغزو سياسي، وأمام هذا الغزو لابد من مشروع يوقف هذا المد، وبالعكس يعطي اندفاعة جديدة للواقع الإسلامي. لذلك عمل الشهيد الصدر على الله مقامه على تهيئة مستلزمات إيقاف هذا الهجوم الحضاري الأجنبي على العراق. لذلك كان له خطوات وخطأ. أولا كان يرى أنه لا بد من قيادة إسلامية شرعية وهي المرجعية الدينية. كان يعتقد باعتباره فقيه، وعادة الفقيه ينطلق ويؤسس لفكره انطلاقا من رؤيته الفقهية الاجتهادية الاستنباطية، كان يعتقد أن القيادة الشرعية، وهذه عقيدتنا جميعا، القيادة الشرعية في زمن غيبة المعصوم عليه السلام هي للمرجع. المرجع هو القائد الشرعي الذي يحكم الأمة والذي يحقق لها العدالة. فلذلك
انطلق باعتباره فقيها ومرجعا ليؤسس مؤسسة مرجعية ويعمل باتجاه تهيئة هذه القيادة القادرة على إدارة دفة الثورة والمواجهة ضد النظام الطاغي وضد هذا المد والهجوم الحضاري على العراق وعلى العالم العربي والإسلامي. هذا أولا. لذلك نظر لي المرجعية الصالحة، وهنالك كتب في هذا الاتجاه، ونظر لي المرجعية الموضوعية، ونظر لدور المرجع في إدارة الحكم، وكان له رأي في ولاية الفقيه مقترنا بالشورى، كان يجمع، كان له رأي متميز، يرى أن للفقيه ولاية ولكن أيضا مقترنا بشورى الأمة، فهو رأي متميز جمع بين الشورى وبين ولاية الفقيه. الأمر الآخر، كان يرى أن جزءا من أسلوب رد هذا الهجوم الحضاري هو تنظيم طاقات أبناء الأمة، تنظيم الطاقات، عندنا شباب، عندنا جامعيين، عندنا أبناء مجتمع، عندنا كفاءات، لكن هذه الكفاءات من دون تنظيم، من دون صياغة، من دون نسيج يجمع بينهم، ذاك الوقت سيكون عملهم متناثر وربما لا يمكن أن يواجه المد الكبير الذي يواجه العراق ويواجه العالم العربي والإسلامي عبر تنظيمات ضخمة. كان هناك تنظيمات تعمل في العراق مرتبطة بهذا المد الحضاري، المد الشيوعي غزا العراق، وهنا أنا أتحدث عن الشيوعية كفكر، أنا لا أتحدث عن الشيوعية كحزب. اليوم الحزب الشيوعي جزء من المعادلة السياسية العراقية كحزب محترم، يعني نشترك معه في إدارة البلد. أنا أتحدث عن الفكر الذي حاول أن يغزو الأمة، أو الفكر الليبرالي الذي أراد أن يغير الرؤية الإسلامية للحياة. على هذا الأساس الإمام شهيد صدر بادر مع مجموعة من كوكب من العلماء الأعلام، بعضهم استشهد وبعضهم توفي وبعضهم لا يزال حيا، بادروا إلى تأسيس الحزب الإسلامي الكبير، حزب الدعوة الإسلامية. وهذا الحزب أسسه لا لغاية سياسية كمفردة سياسية ضائعة في الساحة، أسسه ليقوم بمهمة تنظيم الطاقات لمواجهة المد الحضاري، ونظر له وكتب أدبيات الأولى ونشرات الأولى. هذا أيضا على هذا الصعيد. وأيضا كان يرى أنه لا بد من تحشيد طاقات الأمة. كيف تتحشى طاقاتها؟ من خلال أجهزة المرجعية الدينية، وهم المبلغون، المبلغون والعلماء ومعتمدو المراجع وممثلو المرجعيات الدينية. وهؤلاء الوكلاء والممثلون قادرون على أن يتحركوا في الأمة حركة إصلاحية، حركة بناءة، من خلال المساجد، من خلال الحسينيات، من خلال مهامهم كوكلاء للمرجعية، وينظروا ويشد الناس إلى الإسلام. وبالفعل أرسل سلسلة من الوكلاء إلى كافة أنحاء العراق، وكان وكلاء الإمام الشهيد الصدر يمتازون بميزة أنهم لم يسمح لهم الإمام الصدر أن يأخذوا المال من أيدي الناس، كان هو يعطيهم مباشرة. يقول كان هنالك عرف أن العالم الديني يتبنى في المنطقة، الإمام الشهيد الصدر كان يقول أنا أعطيكم الراتب الشهري، أنا أوفر لكم الإمكانات، أنتم عليكم أن تؤدوا مهمة التبليغ ومهمة الدعوة إلى الله وتربية الأمة والحفاظ على البعد الإسلامي والتربوي لهذه الأمة. ومن خلال سلسلة الوكلاء استطاع الإمام الشهيد الصدر أن يحشد تحشيدا شعبيا هائلا. وبالفعل لاحظوا في مدينة الصدر وكلاء الإمام الشهيد الصدر في عام 1979 هم الذين حركوا الثورة والاندفاع الثورية ضد النظام الطغياني. وفي مدينة في ديالة أيضا، في بعقوبة ومناطق ديالة أيضا وكلاء الشهيد الصدر، وفي بغداد وكلاء الشهيد الصدر، وفي أغلب مناطق العراق عندما حصلت مواجهات ثورية ضد نظام البعث في عام بدأت في عام 1979 كان لوكلاء الإمام الشهيد الصدر دور كبير جدا في أن يحركوا ويحشدوا الناس بمواجهة السلطة الغاشمة. أحبائي، الإمام الشهيد الصدر كان يمتلك مؤهلات إدارة هذا المشروع. هذا المشروع مشروع ضخم كبير يحتاج لفكر، كتب له اقتصادنا وكتب له فلسفتنا وكتب البنك العربي في الإسلام وكتب الأسس المنطقية للاستقرار، وكان يحتاج إلى تنظير فنظر له عبر دراسات العقائدية ودراسات التاريخية، وكان يحتاج إلى فقه فنظر له فقهيا. كان يمتلك كل المؤهلات،
من المؤهلات العظيمة التي جعلت من الإمام الشهيد الصدر قائداً ناجحاً البعد الأخلاقي، البعد الأخلاقي في شخصية الإمام السيد محمد باقر الصدر. وأتمنى ولعل كثير منكم كان قد رأى الإمام السيد الشهيد الصدر، كنا شباب في ذلك الوقت، شباب جامعي، وكنا نلتقي مع الإمام الشهيد الصدر في كربلاء المقدسة. كان يأتي إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام كل ليلة جمعة، نلتقيه في الصحن الشريف في الحرم الحسيني الشريف، وكان يتعامل ببساطة وتواضع عظيم جدا مع الشباب الذين يسلمون عليه، يسلم بحفاوة ويذكركم، يذكرنا بأخلاق الأنبياء عليهم السلام، بتواضع الأنبياء، بسمات الأنبياء عليهم السلام. الإمام الشهيد الصدر كان يزور جدة الإمام الحسين، كنت أقف خلفه أحاول أن أستمع كيف يزور، نحن شباب فتيان نتطلع إلى طريقة الزيارة. كان يهدر كالمرجل عندما يسلم على الإمام الحسين، يسلم بحفاوة ويسلم بحماس كبير، وقلبه وصوته يهج كما رأيتموه الآن قبل قليل في الخطابات التي كان يرددها، كان كالمرجل يغلي عندما يسلم على الإمام الحسين عليه السلام، وكان يرى الإمام الحسين حاضرا أمامه. كنا نزوره في بيته وكان يستقبلنا ويعانقنا ويسألنا عن تفاصيل العمل الإسلامي في الجامعات، كيف تركتم إخوانكم، كيف أوضاعكم، كأنه يعرفنا بالتفصيل. وكان هذا الدور يمارسه مع كل الزائرين شيبا وشبانا من كل أنحاء العراق، يتعامل معهم بلطف عالي وأريحية عالية وأخلاق ربانية عالية جدا. هذه المؤهلات الذاتية، العلم والأخلاق والجهاد والصبر والتضحية، أهلت الإمام محمد باقر الصدر أن يكون قائدا فذا يقود هذا المشروع الكبير، مشروع التغيير والإصلاح في العراق. لذلك إخواني وأحبائي، الإمام الشهيد الصدر عندما وصلت الأمور في العراق إلى حالات حرجة وخطرة جدا، وبدأت عملية تغيير الواقع العراقي بشكل خطر جدا، بادر الإمام الشهيد الصدر لإعلان الثورة، وبدأت وفود البيعة تأتي إليه في 17 رجب، في رجب، واعتقل الاعتقال الأول. وأذكركم هنا أن الإمام الشهيد الصدر لم يعتقل فقط في 17 رجب، إنما اعتقل في السبعينيات، في بداية السبعينيات اعتقل وعذب تعذيب شديد، في منتصف السبعينيات اعتقل أيضا وعذب تعذيبا شديدا، وأيضا اعتقل في عام 1879 وأطلق سراحا مؤقتا، بقي في الإقامة الجبرية لمدة أكثر قريب السنة، وبعد ذلك تم اتخاذ القرار الجائر الخطير الذي اتخذه البعث الجائر على يد الطاغية صدام بإعدام الإمام الشهيد الصدر. طلبوا منه 4 طلبات، ومن هذه الطلبات أن إما أن يفتي بعدم إسلامية الجمهورية الإسلامية في إيران، أو يفتي بجواز الانتماء إلى حزب البعث الجائر، أو يفتي بحرمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامية، وهكذا عند الطلبات. رفضها جميعا وآثر الاستشهاد، لأن صاحب مشروع كبير، وبالنتيجة هو والعلوية الطاهرة بنت الهدى في مثل هذه الأيام سيقوا إلى مقصرة الشهادة واستشهدوا رضوان الله تعالى عليهما. ونحن أخواني وأحبائي اعتدنا في كل عام وفاء للسيد الشهيد أن نحيي هذه الذكرى، وهذا أقل ما يمكن أن يقدم، أقل ما يمكن أن يقدم في كل مكان أينما كنا في العراق أو خارج العراق. علينا أن نديم هذا التواصل مع الإمام السيد محمد باقر الصدر، لأن مشروع الإمام الصدر لم ينتهي باستشهاده، بل أن كما قلت استشهاده هو جزء من المشروع. الآن الأمانة والمسؤولية علينا في أن نحافظ على هذا المشروع رجالا ونساء، كما أنه مهد لأختي العلوية الطاهرة أن ترعى المشروع النسوي وتبادر إلى تحشيد النساء المؤمنات الصالحات لخدمة مشروع التغيير في العراق. اليوم مشروع التغيير في العراق لا يزال قائم، اليوم فرصة التغيير أكبر، اليوم أتيحت لنا بعد التغيير في عام 2003 فرصة أكبر بكثير من السنين الماضية. الآن بإمكاننا، وأنا قرأت الآية الكريمة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اليوم يوم تحقيق العدالة، اليوم يوم تحقيق الإنصاف، اليوم يوم العمل لأجل المظلومين، لأجل الشهداء، لأجل السجناء، لأجل المهاجرين. يوم العمل، اليوم يوم مشروع الصدر أن يجسد على الأرض. وهذا اختبار لنا جميعا، اختبار لنا كعراقيين أصحاب مشروع في العراق، كإسلاميين وغير إسلاميين، أن كم نستطيع أن نجسد أهداف المشروع، مشروع الإمام الصدر رضوان الله تعالى عليه، كم نستطيع أن نقدم من خدمات لأبناء هذا الشعب. هذا اختبار صعب، اختبار دنيوي واختبار أخروي صعب جدا. مع ذلك هنالك من إخوتكم الطيبين المخلصين الصادقين يدافعون عن قيم الإسلام ويقفون في وجه هذا المد الانحراف الكبير، الخطر الذي يحيط بالعراق، خطر عظيم. في عام 2004 2005 2006 كان الخطر خطر أمني فقط، وكان هنالك مجاميع إرهابية استطاع الشعب العراقي حكومة وشعبا بتلاحم قواتنا الأمنية مع عشائرنا الكريمة مع أهلنا وناسنا، استطعنا كعراقيين أن ندفع القاعدة إلى خارج الحدود أو إلى الجبال وإلى المناطق النائية، وانخفضت العمليات الإرهابية إلى حد كبير. ولكن أحبائي، هنالك من يخطط خارج الحدود لقلب المعادلة في العراق، كجزء من قلب المعادلة في كل العالم العربي والإسلامي. اليوم الواقع العربي والإسلامي كله مستهدف، ويراد أن يتغير وأن تبنى معادلة جديدة تقوم على أساس طائفي. الطائفية اليوم أصبحت شعاراً، اليوم القاعدة تغذيها أنظمة. القاعدة كانت عصابة مافيا محاربة تتنقل هنا وتختفي هناك، أما اليوم للأسف الشديد هنالك أنظمة تدعم القاعدة، أنظمة تمد القاعدة بالحياة وبالمال وبالسلاح، وتمهد لها لتغير أنظمة في سبيل أن تسيطر هؤلاء الحكام وهذه أو هذا الخط، خلينا نسميه محور الشر الجديد في المنطقة الذي يستهدف العراق، يستهدف دول أخرى بعنوان طائفي. الآن ينظرون أن هنالك هلالا شيعيا في العراق، في إيران، في لبنان، سوريا، جسر للتواصل في البحرين، في مناطق أخرى، فيجب القضاء على هذا الهلال وتقطيع أوصال الشيعة وبالنتيجة إضعافهم وعزلهم عن الواقع السياسي. وهذا مخطط تقوده إسرائيل، مخطط تقوده إسرائيل وينفذه أجندة بأجنداته تنفذه قطر وتنفذه تركيا وتنفذه الدول الخليجية أخرى، ويبذل له المال واجتماعات متكررة للمخابرات الدولية والإقليمية في داخل تركيا وفي داخل قطر ودول الخليج للتنظير لعملية محاصرة الشيعة في العالم. وللأسف الشديد هذا المخطط الطائفي بدأ يؤدي دوره هنا وهناك. ولاحظوا أن هذا العنف المسلح الخطير اليوم في سوريا المدعوم بالسلاح والمال، هذا كله في ضرر المنطقة، تحدي خطير للمنطقة. آثار إحنا كعراقيين من حقنا أن نقلق من هذا التحدي الكبير، من ما يجري في سوريا، من حقنا أن نمنع تصدي أو عبور الإرهابيين. وللأسف اليوم الإرهابيين استطاعوا أن يتواصلوا، القاعدة في سوريا بدأت تتواصل مع القاعدة في العراق، وهدفهم إسقاط بغداد. للأسف الشديد صدى هذه الطائفية المقيتة برز على لسان رجال دولة، نواب، وزراء وكبار مسؤولين رفعوا السلاح وأعلنوا ثورة وقالوا سنسقط بغداد، ويدعون أن بغداد يحكمها الصفويون وأن بغداد تحكم من قبل الفرس، وهذه العبارات اللي الدنيئة التي لا تمت إلى العراق والعراقيين بصلة. إسقاط لقيمة الإنسان العراقي والتجربة الجديدة في العراق. اليوم خطط رهيب، لكن بحمد الله أنا أطمئنكم أن الأمور ليست كما يريدون. أولاً ما يجري من تصعيد طائفي بدأ يخمد تدريجياً، وبدأت الصراعات داخلية بين المتظاهرين الذين يرفعون هذه الشعارات. وأنا هنا لا أتحدث عن المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الشرعية، أنا أتحدث عن من يقود المظاهرات لأهداف دنيئة لإسقاط العراق ولإسقاط العملية السياسية في العراق. هؤلاء بدأوا يتقاتلون فيما بينهم،
ويتصارعون، وهنالك تمزق في القوائم السياسية التي ترعاهم وخلافات شديدة. واليوم جزء من هؤلاء عادوا إلى الحكومة بعد أن انسحبوا، وقسم منهم بدأ يفكر في أن يعود من ويترك رؤساء قائمته. يوم القائمة العراقية تمزقت، اليوم القائمة العراقية تشتتت إلى قطع وقطع لأنه لم تبنى على أساس الحق واستهدفت الواقع العراقي وللأسف الشديد، وكانت صدى للمخطط الأجنبي. هذا من جهة. اليوم الحمد لله إخواننا في كتلة الأحرار بعد أن انسحبوا عادوا إلى الحكومة. اليوم الحكومة عادت أقوى بقل من الأيام الماضية، وهذا علامة صحة وعلامة انفراج وحلحلة. اليوم هنالك وفود كردية ومن الحكومة المركزية ومن التحالف الوطني تتبادل الزيارات من أجل التفاهم لإيجاد حلول للعلاقة بين المركز والإقليم، وهذه قضية تخص بناء الدولة العراقية. الحديث طويل وربما أخذ وقتكم، ما أريد أن أتعبكم في السماع. هنالك جهود تبذل لتذليل العقبات الدستورية في تفسير الدستور وفي معالجة قضايا النفط والطيران والمنافذ الحدودية والبيشمركة وغيرهم، وهنالك قضايا ربما تثار في الإعلام. وإخواني أرجو منكم أن تدققوا أن الإعلام فيه الكذب الكثير، فيه التهويل الإعلام الكثير، فيه السم الكثير كما يقول السيد القنصل. والله أنا سمعتنا إخواني كان يسألوني عن قضايا لا واقع لها على الإطلاق، على الإطلاق لا واقع لها. أن الحكومة تريد أن تسفر مجموعة من طلبة العلوم الدينية تسفرهم خارج الحدود، هذا أمر مضحك. حكومة إسلامية إخواننا الذين يحكمون، رئيس الحكومة إنسان متدين، إنسان متشرع، إنسان يقف بقوة لحماية المراجع ولحماية الحوزة العلمية، يفدي الحوزة بنفسه ومهيئ جيش جرار لحماية الحوزة يسفر علماء خارج الحدود. هذه الأكاذيب التي يحاولون من خلالها تشويه سمعة إخوانكم في الحكومة العراقية، أو يدعون أن هنالك عودة للبعثيين. إخواني قضية البعثيين، وأنا ما أهم أعتذر عن إطالة، البعثيون قضية مقلقة للواقع العراقي ككل، ويجب أن نعثر على حل لها. لا يمكن أن تستمر قضية البعث إلى الأبد، إما أن نجتثهم بشكل نهائي، وهذه عملية صعبة لأن هنالك أنواع مختلفة من البعثيين. أكو بعثي ملطخة إيده بالدماء، فعلى الشعب العراقي أن يقدم شكاوى قضائية على البعث اللي عرف إيده ملطخة كي يأخذ جزاء العادل. أما البعث الآخر اللي ما معروف عنه أنه إيده ملطخة يجب أن تحل قضيته ويرجع مواطن عادي بالنتيجة. صحيح لا يعطى الامتيازات في إدارة الدولة، ولكن على الأقل عنده عائلة وعنده أولاد وعنده ناس. وهؤلاء إخوان لاحظوا أين الخطر. إذا لم تحل مسألة هؤلاء معنى ذلك سيتعاملوا مع الإرهاب وسيكون مادة يأخذون رواتب أموال من الإرهابيين ويصبح مادة لقتال الشعب العراقي. علينا أن نحيد هذا الوجود ونحوله إلى وجود ينفع الواقع العراقي كمواطنين. نعم، من لنا عليه قصاص يجب أن نقتص منه، إما عبر الاجتثاث والمساءلة والعدالة أو عبر قضايا قضائية يقدمها أبناء الشعب العراقي، وهذا حق مكفول، هذا عبر التاريخ حق مكفول في أي وقت من الأوقات. أما أن تبقى هذه العقدة قائمة ويبقى هنالك شيء اسمه أن البعثين ماذا نصنع معهم؟ إحنا ردم لي دولة مستقرة سياسياً، مستقرة أمنياً، ومن عوامل الاستقرار السياسي أن تحل وتصفر المشاكل. وجزء من مشاكلنا هي قضية وجود بعثيين عراقيين بعضهم الآن نادم وخرج. صحيح للأسف الشديد أنه الكثير منهم لم يعلن التوبة ولم يعلن الاعتذار للشعب العراقي، ولكننا كدولة عراقية مجبرون أن نحل هذا الملف. فما يجري الآن هو حوارات بين التحالف الوطني، هم يحملون رئيس الحكومة مسؤولية ذلك، والحال أن الحوار يجري بين التحالف الوطني بكل أجزائه. تعرفون التحالف الوطني فيه دولة القانون، وفيه الائتلاف الوطني العراقي، فيه حزب الدعوة الإسلامية، فيه المجلس الأعلى العراقي، فيه كتلة الأحرار الصدرية، وفيه التيار الإصلاح والفضيلة وبدر، ومن هاي الكتل الإسلامية التي تنتمي إلى التحالف الوطني بشقيه دولة القانون والائتلاف الوطني. رئاسة التحالف السيد إبراهيم الجعفري هو الذي يقود الحوارات لأجل حل هذه العقد القائمة في الساحة العراقية. ومن الطرف الآخر يمثلهم الدكتور صالح المطلق ومعه مجموعة من قيادات القائمة العراقية.
هؤلاء اتفقوا على حل موضوع البعثيين عبر السنتين القادمة، وبالنتيجة يجب أن ينتهي بصيغة عادلة من جهة حقوق الضحايا، ضحايا البعث تبقى محفوظة ويبقى الحق للضحايا ولعوائلهم الاقتصاص من البعثيين المجرمين. ولكن في نفس الوقت من لم يؤذي الشعب العراقي أو عند طاقة علمية وكادر علمي وكادر أمني وكادر، هذا يمكن الاستفادة من عند عبرة آلية معينة تضمن أن لا يضروا بالواقع ولكن يستفاد من طاقاتهم. هذه قضية حساسة إخواني، ربما الآن بالكلام لا يمكن تصورها، لكن من يعيش في واقع في الداخل العراقي ويدرك صعوبة هذا الملف وحساسيته، التحالف الوطني مع جزء من القائمة العراقية هم الذين أقروا هذه التعديلات، أعطيت إلى مجلس الوزراء، مجلس الوزراء لم يناقشها أبداً وإنما قال احتراماً للكتل السياسية صوت عليها، ثم أحالها إلى مجلس النواب. الآن جاءت كتعديلات إلى مجلس النواب. الآن المعني بدراسة هذه التعديلات حول قضايا البعثيين مجلس النواب العراقي، هم الآن يتهمون رئيس الوزراء، في حين الآن إلى الآن لم يجري إمضاء لهذا القانون، هي مسودة جاءت إلى مجلس النواب بإمكان الكتل المعترضة، وللأسف كتل منعدم التحالف الوطني تعترض على هذا الموضوع، هي ساهمت في صناعته، الآن بإمكانهم أن يعلنوها صريحة في مجلس النواب، لا نريد هذا القانون، ونحن نقول لا نريد هذا القانون، وتنتهي القضية، وختم قضية البعث عقدة، خلينا نتحمل جميعا مسؤوليتها، ذلك هون عالجها معالجة صحيحة في مجلس النواب. فالقضية الآن الكرة في ملعب النواب، مجلس النواب العراقي، وليست في ملعب الحكومة كما الآن يشار، لأن الانتخابات على أشدها، وحماس الانتخابات والمزايدات الانتخابية والتسقيط الإعلامي والسياسي على أشده. أرجوكم تأكدوا أن الإعلام لا ينقل الحقيقة كاملة، هنالك الكثير مما يخفى، علينا أن نراعي الدقة ونتحرى العلمية والمهنية في تتبع المعلومات. أن أشكركم جميعا على دعوتكم لي أن أكون معكم في كندا، وهذه أول مرة أتشرف بالحضور معكم رجالا ونساء، وإن شاء الله أتواصل معكم في الأيام القادمة، وإن شاء الله أكون سندا لكم في ما يهمنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السبت غدا الساعة 9 مساء في مسجد أهل البيت، فأهلا وسهلا بكم. أحسنتم سماحة السيد، ولو استمرت للصباح في حديث العراق لبقينا معك. أحسنتم. في الختام سيداتي سادتي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لحضوركم.